واحد بيقول اللاهوت لا يؤكل ولا يشرب زي ما قلت يعني، وكذلك لا يولد. ما هو اللي ولد هو الانسان يسوع المسيح، مش اللاهوت، ولكن لانه متحد باللاهوت بطبيعه واحده. قيل عن العذراء والده الاله، يعني مش والده الاله كما هو في طبيعته الازليه، انما والده الاله المتجسد الذي اخذ جسدا وصار في الهيئه كانسان واخذ شكل العبد.